يا اهلا بكم يا سوبرز في قناة سوبر سما وحلقة جديدة من لعبة لايف افتر. النهاردة هنروح ميشن جديدة اول مرة ننزلها على القناة معاكم، اسمها ماجما. على فكرة ماجما من ليفل 100 واوريدي هي اريا اوبريشن يومية بس ليفل 100، فاكيد يعني ليفل 100 هتبقى اصعب من اي اريا اوبريشن رحناها مع بعض قبل كده. احنا دلوقتي التيم 4، ليتس جو. ما انا بقول ليتس جو يا جنى، ليتس جو يا جنى. الدي بي اس بتاعي زيرو لان احنا هنكتشفها مع بعض اول مره اروحها. وعلى فكره هي في سترونا، وسترونا اصلا منطقه بركانيه فحر جدا. يلا بسم الله. او ماي جاد بجد، هو انا الدامج بتاعي فيهم مش هيأثر لو بالفليم، لان انا يدوبك ليفل كل حاجة عندي 100 و102، بس الكومبات بتاعي 99، فمش هأثر معاهم قوي بالفليم. اوكي برضو الشغل عالي، يعني احنا كده جوه البركان تقريبا، او جوه كهف بيوصل على بركان، يعني ده احساسي. اوكي اوبن، ماشي ماشي ماشي. بنضغط بايدينا، احنا تلاتة بنضغط بايدينا، ما ينفعش مثلا واحد او اتنين، ودلوقتي بقينا اربعة، يعني لازم احنا الاربعة نضغط بايدينا علشان نكسر الجبل. يا لهوي يا لهوي، الزومبي جوه بيولع. واو ده شغل عالي، الليفل العالي في الاريا شغل عالي حرفيا، عظمة وفخامة غير عادية. ماشي احنا محتاجين شيلد. اوكي يلا بينا. اوبا بقى اوبا بقى، خلينا نحذفها قريب من الشخص ده، مع ان انا مش عارفه النار هتأثر فيه ازاي، وهو اوريدي نار، هو اوريدي يعني زومبي مكون من النار. اوبا اوبا اوبا، فعشان ناخد صوره معاه كده، صوره لطيفه، صوره لطيفه كده معاك يا عم البص. لا 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 مفيش حاجة واضحة أصلا. على فكرة أنا لما باجي ألعب حتى لو بدون تسجيل صدقوني نفس الطبع ونفس كل حاجة، وبعض برضو أسجل وأصور كده سكرين شوتات كتير، ولو أوريكم كمية السكرين شوت اللي أنا واخداها على اللعبة، لأ رهيب. هو مش راضي يثبت علشان نضربه، الموضوع صعب شوية، وهو كمان اوريدي الهيلث بتاعه كبير قوي. طيب ماشي اوكي، عشان بتاعتنا كلها خلصت فبنحط من اول وجديد اللي هو جهاز المواد. ماشي ماشي ماشي، قربنا اهو، بس في شويه لاج في الانترنت تقريبا، بس قربنا قربنا قربنا. حلو، هو لما بيقعد القعدة دي بنضربه في الدمامل والجرب اللي طالع له وبيتأثر أكتر، يعني هو دلوقتي البص ده جربان بمعنى أصح. معيش أمو، والنبي استنى استنى استنى، خد الفيتال بلو لو في فيتال بلو، يعني بص بص استنى استنى. إيه ده، في إيه؟ خلاص كده أنت تمام، مفيش فيتال بلو ولا يحزنون. ماشي هو لطيف، مش لطيف، بس بصراحة تي بارتي عجبتني أكتر، و وسيكريت بيجنينج بصراحة بصراحة يعني. بس ماجما برضو دي حاجة تحت الأرض، فأوريدي أي حاجة تحت الأرض بالنسبة لنا تبقى حلوة، لأن هي تقريبا مختلفة عن أي حاجة تانية.
عملنا مسح تاني. اوكي مش بندور على المكان اللي المفروض ان احنا نفتحه تقريبا، اهو جانا لقيته. يلا 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 يلا، احنا دلوقتي تلاتة، يلا فين الرابع عشان يفتح معانا؟ كسروا الجبال يا رجالة. بس مفيش حاجة بتقف قدامنا خالص. النطة دي مخيفة، النطة دي مخيفة مخيفة يا ساتر. وبعدين 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 ماشي ماشي، ده انا قربت اتقتل كده، حرام عليكم. اوكي اوكي نمشي من على، لا كنت هقع في البركان، قلتلكوا انا قلتلكوا اقسم بالله انا قلتلكوا المنطقة دي بركان. يعني انا كنت بحسب كهف عادي جوه الجبل، لا هو طلع كهف جوه البركان نفسه. طيب هنستنى 6 ثواني علشان اصحى عنهم هناك في المنطقة اللي هناك دي. لا الموضوع صعب، بس كويس ان في حد فينا عايش علشان الميشن ما تبصش مننا وتعمل فاليد. اوكي لا 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 لا، ما هو حتة البركان دي حماسية قوي وعجبتني بجد، على الرغم ان هي صعبة طبعا بس حلوة عجبتني، حاجة جديدة حاجة جديدة ما عملناهاش قبل كده. يلا ربنا يوفقكم تطلعوا على طول ليفل 100 في وقت بسرعة يعني، وتدخلوها بنفسكم، حلوة جدا بصراحة. لا عجبتني عجبتني بالظبط زي تي بورتي وزي سيكريت بيجنينج، بس دي متعة اكتر في حتة البركان. ماشي هنا عادي 2 بيفتحوا، بس يعني عاملة زي هايلاند فاكتوري، بس الكهوف الاولانية كل ما بنبقى اكتر يعني بتتفتح اسرع بجد. واو بجد واو، عمري ما هروح الاريا الصغيرة تاني ابدا، خلاص كده من هنا ورايح الاريا دي بس، يعني الاريا العالية اقصد. كله تمام كله جاهز، ده البوس الاخير. يا نهار اسود ايه ده، لا 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 ايه العظمة دي، واو لا 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 شغل عالي حرفيا شغل عالي. انتوا لاحظتوا ان احنا مش هنقابل بص واحد، ده بصين اتنين بص، دي حرفيا حاجة جديدة بالنسبة لي جدا ان احنا يبقى في اللعبة اتنين بص، واكيد جديدة بالنسبة لكم برضو لان احنا كل حاجة بنلعبها مع بعض. يعني في الطبيعي دايما اخر حاجة اخر بص في الاريا او في الويكلي حتى بيبقى بص واحد، لا ما شاء الله هنا اتنين بص. بقول لكم ايه، يمين او شمال؟ اقسم بالله انا واخده سكرين شوت للبص ده. بس استنوا نخلي الاضاءه طبيعيه شويه لحظه واحده، يلا بينا. البص البص وقع، مش عارفه اخد صوره للبص اللي وقع، استنى اقف لكم جنبه. واو اهو البص هيقوم تاني، البص هيقوم تاني، واو لا 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 شغل عالي، خدنا سكرين كويس على فكرة. في نقطة معينة في الهيلث مش راضية تخلص، طيب احنا هنضرب في التاني لغاية ما دوت نشوف حله ايه. هو ده خلص، ده خلص تقريبا لان هو ان ايه وبعدين مش بيقوم تاني، فده كده اوريدي الصغنن
البوس الصغنن خلص، احنا دلوقتي على الكبير بقى. واو كل حاجة حمرة في حمرة، ونار وبركان وجمرات وحاجات رهيبة. لا بجد حاجة عظمة جدا، العظمة لله وحده، بس هي حلوة يعني. ما ترمينيش على البركان، ما ترمينيش على البركان يا حرباية. ما تقريبا المفروض نضربه بطريقة معينة او حتة معينة عشان يبطل عصبية من اللي هو فيها دي. لا هو اوريدي خلاص بطل اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ اداني بالشلوت. مفيش غيري بقى خلاص؟ خلاص يعني مفيش غيري يعني؟ ما تلم نفسك بقى، انت مش لاقي حد يلمك؟ ماشي 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 ماشي. هانت هانت هانت. اقف اقف اقف. لا هو كده اتعصب قوي، مش هيقف. خلونا نحط امو على ما يتهد شويه، هو هيدوخ اكيد يعني. ايه يخرب بيتك، رماني على البركان نفسه. ما خلاص ما خلاص يا مش هس. كنت هقول له يا بجره بس قلت مش هس. هانت يلا. يلا 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 يلا. واو علمنا على الاتنين، علمنا على الاتنين. لا عايز بجد، عايز حلوة. يلا نشوف البوكس. البوكس اوريدي جرين يعني مش هيدينا حاجة. لا ازرق ازرق بلو. ها اوه في اي اي، حلوة جدا حلوة جدا. لا نبقى نظبط الاكسسوري دي كلها المفروض، او الماتيريال دي، علشان اعلى من اللي معايا. هي اوريدي اعلى من معايا، بس عايز اغير اللون بتاعها البيربل. حلو الكلام ده. الاريا بصراحة العالية تخلينا ننسى الاريا القديمة اللي هي الليفل صغير بجد. لا وبصوا الهدايا بتاعتها حلوة جدا. It's okay. بجد الحلقة كانت حماسية جدا جدا جدا، واكشن واثارة وبراكين وزلازل وحاجات جامدة قوي ونار، والموضوع كان حماسي جدا ما تنكروش. يا رب تكون عجبتكم الحلقة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني فيديو جديد من قناة سوبر سما يا سوبرز.